قام الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة بجولة تفقدية لمركز التنمية المحلية بسقارة بعد أعمال تطوير. وحضر الوزير أعمال الدورة التدريبية الأولى لمهندس الإدارات الهندسية بوحدات الإدارة المحلية. في جولة داخل مركز التنمية المحلية بسقارة، تفقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بصحبة اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة عمل المركز الذي تأسس في عام 1984 بهدف إصقال كفاءة العاملين في المحليات. مركز في داخل التنمية المحلية من المراكز العريقة، لها تاريخ، ساهمت وساهم عدد من السادة الوزراء اللي كانوا في التنمية المحلية والسادة المحافظين في بنائه وفي إعداده. احنا عندنا 5757 قيادي في المحافظات حاليا. حطينا يعني خطة واستراتيجية لاستهداف كل واحد منهم في استثمار فيهم من خلال برامج تأهيلية وتدريبية متواصلة في كل المجالات. كما أعطى الوزير إشارة البدء لأعمال الدورة التدريبية الأولى ضمن 3 دورات لتدريب مهندس الأحياء والإدارات الهندسية بالمحافظات، وذلك في لقاء جمعهما. الدورة التدريبية دي هي قائمة أساسا على مناقشة التعديلات اللي حصلت لقانون 119 سنة 2008، وإحنا بالأخص التخطيط بتعالج جزء كبير قوي في الباب بتاع التخطيط ودراسة المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والنزول لمستوى التعامل على أرض الواقع. بتقربنا من اتخاذ القرار، لأن إحنا قعدنا نناقش في قانون هيتم فيه تعديلات امبارح، وقعدنا نقول إيه وجهة نظرنا وكده، فدي فكرة كويسة إن إحنا نناقش القانون نفسه قبل ما يصدر أو التعديلات اللي بتتم عليه. اللي في الأملاك مستفيد، اللي في التخطيط مستفيد، اللي في التنظيم مستفيد، يعني الكورس فعلا متنوع، يعني متنوع جدا. تأتي هذه الدورة في إطار منهج التخصصية الذي ستطبقه الوزارة خلال الفترة المقبلة لكل العاملين بالإدارة المحلية. جرمين إبراهيم أون لايف.